أهلا وسهلا فيكم من جديد مع الموسوعة الهندسية. اليوم عنا دورة لتصميم مميز لتصميم ملزمة الشد. ملزمة الشد فيك انت تعمل الدورة وتحضرها عنا وهي مجانية. ترسم كل بارت بشكل إفرادي منفردا لحاله، وبالأخير بتكون بعملية التجميع وفق الشرح اللي نحنا وضعناه بالفيديو. فهو الفيديو الدورة مؤلفة من أجزاء، وعن طريق الفيسبوك إن بس تنجز جزء فيك ترسله لنا ونحن منصحح لك في حال عندك خطأ، أو إذا عندك أي سؤال ممكن تسأله عن طريق الفيسبوك. أهلا وسهلا فيكم مع الموسوعة الهندسية. نتمنى اللي ما اشترك بالقناة يشترك ويفعل زر الجرس. مع هذا التصميم رح يعطيك خبرة كتير كبيرة بمجال التصميم، وممكن ان تبدأ بعمل من وراء تصاميم الاسمبلي. نتمنى لكم نحن التوفيق.